تونس مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من التحق بنا الآن على امواج ديوان اف ام. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في جزء الأول، يفتح الملف السياسي وسعداء بحضور واستضافة العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة وواحد من المناضلين اللي يعرفوا بتجربة طويلة في المجال الحقوقي وأيضا النشاط السياسي، عضو مؤسس في حركة الشعب وناشط حقوقي. ما نعرفش هل بعد تجربة هيئة الحقيقة والكرامة قرر العودة للحياة السياسية أم لا؟ سي خالد الكريشي، مرحبا بك على موجد وانا فهم. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة وشكرا على الاستضافة طيبة. خليتنا في حيرة، كيفاش باش يقدموك؟ حقوقي، ناشط سياسي، عضو في هيئة الحقيقة والكرامة، محامي. أولا مهمتي في هيئة الحقيقة والكرامة انتهت موفد ديسمبر 2018، ولم يعد لي أي ارتباط أو صفة رسمية في الهيئة، وبالتالي رفع واجب التحفظ، وكذلك قمت بواجبي طبقا لما يمليه علي ضميري والقانون والقسم الذي أديته، وتعاملت مع الملفات بكل حيادية واستقلالية وموضوعية بقطع النظر على أصحاب الملفات وخلفياتهم الفكرية والسياسية، سواء كانوا مرتكبي انتهاكات أو ضحايا. وهذا يعود إلى خبرتي وإلى تأسيس جمعية المساجين السياسيين في 2001 في سرية، واللي تولت الدفاع على كل المساجين السياسيين من كل الأطياف السياسية، وخاصة بعد 14 جانفي لما تولينا الدفاع على المساجين السياسيين للرموز النظام السابق. وهذا انتهى هذا القوس، قوس هيئة الحقيقة والكرامة. الآن عدت إلى كما بدأت في الأول من تأسيس ومن عمل سياسي صلب حزب حركة الشعب. نقل فؤادك حيثما شئت من الهوى، ما الحب ولا الحبيب الأول؟ يبدو أنه خالد الكريشي عاد إلى الحبيب الأول. لا، هو ليس عودة، لأنه أنا بطبعي هكذا، لم أتغير ولم أتبدل منذ انخراطي في الشأن العام وأنا عندي 12 سنة، لم أتغير ولم أتبدل رغم عديد الأغراءات ورغم عديد أساليب الترهيب والترغيب، فأني أجد نفسي أني أكون دائما حيث ما يجب أن أكون بدون تغيير ولا تبديل، وفي إلى قناعاتي وفي إلى ما أمنت به منذ نعومة أظافري في الدفاع على حقوق الإنسان، في الدفاع على عقائد وعلى أفكار آمنت بها وما زلت إلى اليوم إن شاء الله نقدم بها هذه لفائدة التونسيات والتونسيين. بشكل رسمي اليوم خالد الكريشي نجم قدموك عضو في حركة الشعب؟ هو أنا مؤسس في حركة الشعب، ويمكن تقول أنا صاحب البتين ده، يعني حتى الترخيص حتى الترخيص تحصلت عليه يعني من وزارة الداخلية في مارس 2011 كان باسمي الشخصي. أما الحاجة الباقي في حركة الشعب فمش عركة على البتين ده. لا ده مش، لا أنا كله خيان، فمش عركة دي زهير المغزاوي. لا كله خيان، كلهم يعني مناضلين. سي زهير المغزاوي قام بدوره أكثر، وهو يعني أهل لها في الأمل العام، في الحفاظ على وحدة الحركة، في التعاطي الديمقراطي وفي تفعيل الشرط الديمقراطي داخل الحركة. صحيح أنا عندي 5 سنين بعدت على الحركة، وأني وكنت وفيد للقسم الذي أديته في صلبة هيئة الحقيقة والكرامة، لأن أفعل يعني جميع القوانين في أني نكون فعلا يعني مستقل ومحايد صلبة الهيئة، وهذا اللي يشهدوا به ربما حتى أعدائي قبل أصدقائي، يعني اللي أنا تعاطيت مع كل الأطراف السياسية بكل حيادية. وصحيح ربما مؤصل هذا في تجربتي في المحاماة، في المحاماة عنا هذا التعاطي، يعني أندافعوا على المحامين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية الأخرى، وهذا هي قوة المحاماة التونسية وقوة كذلك التجربة الديمقراطية في تونس اليوم. احنا نحب نكرس وان التونس يتعايش فيها كل الأطراف بقطع النظر على الانتماءات السياسية. ربما تسني بعد على موقفنا من قانون الإقصاء باش نقول لك نفس الكلام هذا، إذا كانت تسني على قانون الإقصاء، فأحنا في حركة الشعب وشخصين ضد إقصاء أي كان حتى وإن كان يخالفنا الرأي. وقفنا نوابنا في البرلمان وفي الكتلة الديمقراطية ضد عملية إقصاء أي طرف. أحنا لنا مع نبيل القروي ولنا مع بير موسى ولنا مع عيش تونسي مع ألفة الرئيس، هم بالنسبة منافسين في المحطات الانتخابية، لكن نحن ضد إقصاهم وضد وضع قوانين على المقاس تجرى بها الانتخابات،
وكذلك هذا لا يترتب عنه من تعاطي مصلحي اذا كان اتخذها بالجانب المصلحي. يقول لك احنا في حركه الشعب يساعدنا انه ما ترشحش نبيل وما ترشحش عبير وما ترشحش الفترس، لكن لا، احنا حقهم باش يترشحوا ولا تضع لهم قوانين اقصائيه، قوانين المقاس، ودع الصندوق الانتخابي هو الفيصل بيناتنا. خليني انا كحركه الشعب مع نبيل قروي ومع عبير ومع ألفة الكنة ومع بقية الأطراف اللي بيشاركوا في الانتخابات، الصندوق والفيصل بيناتنا. وأنا هنا أعيب، لا أعيب على نواب آخرين، لكن أعيب وألوم وحس بمرارة أنه تجد نواب عانوا من الإقصاء مثل النواب في حركة النهضة أو في التيار الديمقراطي، تجدهم اليوم يوقدون نار الإقصاء، ومن اكتوى بنار الإقصاء سابقا عار أنه اليوم يكون هو موقد هذه النار. وإذا كان اليوم يعني ارتأى أنه هو يدعم قانون الإقصاء لا لشيء لكن تفضلوا الساحة وينحوا منافسين، فأنه سوف يأتي يوم يشكلوا لك ويضعوا لك قوانين إقصائية تقصي من ساند اليوم الإقصاء. احنا نتعاملنا مع المسألة بمبدئية، تعاملناها بقناعات أنه تونس للجميع، أنه تونس يجب أن تكون انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة حقيقة، ما تكونش إقصاء لا لزيد العامر. لأنه هنا نرجع للمربع الأول، مربع في 2009 لما كان بن علي يقوم بهذه العملية وضع قوانين إقصائية لإقصاء أحزاب المعارضة الجدية أنذاك، واللي كان يختار بذلك منافسيه في الانتخابات الرئاسية. اليوم الصورة تتكرر، وعار وعيب. ونوجه لأصدقائي في حركة النهضة أو في التيار الديمقراطي، رو ما ارتكبنتوه في حق الانتقال الديمقراطي، لأن وضية سوف نجعل منها انتخابات على المقاس وديمقراطية عرجاء تمشي على ثلاثة أرجل فقط. واضح. خالد الكريشي، ما زلنا مواصلين حوارنا معك بعد قليل، أكيد برشة تساؤلات تطرح في علاقة برؤية حركة الشعب اليوم للمستجدات السياسية. هل سيكون خالد الكريشي مرشح في الانتخابات التشريعية القادمة؟ والسؤال الأهم، من سيكون مرشح حركة الشعب في الانتخابات الرئاسية؟ عديدة التساؤلات نحاول نبحث حولها على إجابات بعد قليل مع ضيفنا خالد الكريشي. كل هذا هنا تونس مستمعي ديوان فهم، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من التحق بنا الآن على أمواج ديوان فهم. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين في جزء الأول، يستضيف الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في حركة الشعب الأستاذ خالد الكريشي، مرحبا بك من جديد. نذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان فهم لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات، أيضا تجمو تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تجمو تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات لتقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. نحكيه على حركة الشعب واستعداداتها لقادم الاستحقاقات الانتخابية والسياسية، موقفها من المستجدات الوطنية في قراءة تحليلية اليوم للمستجدات اللي تم الشأن العام. خالد كريشي، قبل الفاصل حكيت لنا على موقف حركة الشعب وموقفك حتى الشخصي من ما يسمى اليوم، أصبح لدى البعض يعتبر على أنه قانون إقصاء لإقصاء من استفادوا من النشاط الجمعياتي ومن العمل الخيري في السنوات الأخيرة، في الوقت اللي انتم تعتبروا فيه هذا شكل من أشكال الإقصاء، هناك من يعتبر في هذا تحصين للديمقراطية وأنه ديمقراطية يلزم يكون عندها أنياب تدافع به على روح. شوف، المشروع اللي يقدم واللي صادق عليه مجلس نواب الشعب ولان من أنظار هيئة مراقبة مشاريع دستورية القوانين كان فيه خلالين. الخلال الأول هو أصلي، يتمثل في أنه كان مخالف للدستور في علاقة بتفعيل مبدأ المساواة ما بين التوانسة، وهذا اللي استند عليها تعريضة الطعن اللي تقدمت هيئة مراقبة دستورية القوانين، واحنا عنا ثقة كبيرة في هذه الهيئة سوف تسقط هذا القانون لتلك الاعتبارات. اثنين، انه في مرحلة الانتقال الديمقراطي كذلك لا يمكن اقصاء اي طرف، انه تونس تعيش فيها كل الاطراف بقطع النظر على انتماءاتهم الفكرية او السياسية. حديش تم اقصاء تجمعين خالد الكريشي، هذا هو خلل
هذا هو خلل، لأنه هذا تم كذلك في فترة انتقالية مرتبطة بالانتقال الديمقراطي. مدام صارت الهيئة هيئة الحقيقة والكرامة وقامت بدورها في تفعيل الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، وأنه كل من تورط في الانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي أنه يتم تتبعهم. الآن انتهى عمل الهيئة، انتهى عمل الهيئة، أصبحنا في مرحلة أخرى أكثر استقرار، لأن مرحلة انتقالية بالدستور فصل 148 واضح أن هناك فترة انتقالية. ثلاثة، أنه أحنا لا يمكن أن نبني ديمقراطية على المقاس أو ديمقراطية عرجاء، هذا اختيار للمنافسين، باش نرجع للمربع الأول مربع الاستبداد، وكذلك هو إزاحة لمنافسين قد رأوا فيهم لكن ديمقراطية فيها ضوابط. خلي كريش، هل يعقل غدوة رئيس جمهورية يمجد انتهاكات حقوق الإنسان مثلا؟ لا يعقل. لكن هل يعقل رئيس جمهورية لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بالدستور؟ العملية ذي يتولاها القضاء، يتولاها القضاء. هناك عقوبات تكميلية حسب الفصل 5 مجلة جنائية، يقول يصدر حكم أصلي وتصدر عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من النشاط أو من الحقوق المدنية والسياسية. للأسف المشروع اللي قدموه حكومة الإقصاء كان رد فعل، لأنهم ما لقاوش حتى ملف قضائي ضد اللي مجد الانتهاكات أو مجد الدكتاتورية، وما لقاوش ملف فساد مالي للي عملوا له هذا بتاع الجمعيات ومتاع التمويل، تمويل الجمعيات وتحويل وجه الجمعية إلى نشاط سياسي، فالتجأوا إلى البرلمان واستقوا عليه بالأغلبية البرلمانية، استقوا عليه بالأغلبية البرلمانية. أنت لو كان هناك نية صادقة كما تقول وأنا معاك، لكن تم تنقيح مرسوم الجمعيات اللي يبيع التمويل الأجنبي للجمعيات. من أدرانا هذه الفلوس اللي تدخل تكون جاية من الصهاينة، جاية من مصدر مشبوه؟ هل لأنه بلاد تحترم نفسها وتحترم السيادة الوطنية تبيع فيها التمويل الأجنبي للجمعيات؟ كان ينجم ينقحوا المسألة دي، كان ينجم إذا كان بوضوح، إذا كان هناك خطابات محرضة على الكراهية أو تمجد الدكتاتورية، حيل على القضاء، والقضاء ياخذ حكم، يصدر حكم في منع هؤلاء من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. أما أن أنت تأتي بطريقة استقوية، هذا بالضبط استبداد ديمقراطي، هذا بالضبط انقلاب ديمقراطي باستعمال آليات اللي موجودة في البرلمان. وقالوها أصحاب المشروع، قال لك أنا من حقي باش نقصي أين كان. هل معقول أن تقصي أين كان في مرحلة انتقال ديمقراطي في تونس أن تتسع للجميع؟ احنا هذه مسألة مبدأ، مسألة قيمة نظرنا من أجلها قبل، وكانت مطروحة قبل نظرنا فيها في 18 أكتوبر، وكنا أعضاء في 18 أكتوبر، صحبة ناس اللي هم الآن حطوا يديهم في يد اللي أقصوا معهم، اللي أقصوهم قبل والآن يقصوا معهم في يدهم، وهذا عار عليهم الكل، لأنه يعني عار اللي مش نبني تونس الغد. نظرنا مع بعضنا اللي تونس تكون مفتوحة الجميع بما فيهم حتى التجمعين. سابقا كنا ندافعوا على حق التجمعين أنهم يترشحوا للرئاسية مع بن علي. ما تجيش أني اليوم نحط أنا يدي في طرف آخر اللي كان يمارس في الإقصاء من أجل إقصاء خصوم سياسيين، هذا من حيث الأصل، من حيث الشكل، وهذا اللي قررته لجنة البندقية. هل يعقل اللي أنت تغير قوانين اللعبة الانتخابية قبل 3 أشهر؟ لجنة البندقية في استشارتها واضحة قالت لك لا يمكن المس من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالانتخابات قبل سنة. هذا عرف خالد كريش، هذا لا، هذا لجنة البندقية تونس عضو فيها، وإحنا سبق وأنه استشرناها واستشارتها الدولة في قانون المصالحة، وخذت بها السلطة في قانون المصالحة. لا يعقل أنه جيت غير قوانين اللعبة، أنت خاسر في الشوط الأول، بين الشوطين جي تبدل قوانين اللعبة في الشوط الثاني، هذا اللي حاصل بالضبط. احنا عندنا اشكال مع الاصل وعندنا اشكال مع الشكل. من حيث الشكل لا يجوز تغير قوانين اللعبه قبل 3 اشهر، وكذلك في الاصل قوانين هذه اقصائيه على المقاس، ضر بالانتقال الديمقراطي، وهذه عرقه للانتقال الديمقراطي ورجوع للمربع الاول، المربع اللي كان فيه المنافس القوي الان اللي يملك السلطه التشريعيه والتنفيذيه انه يحدد شكون المنافسين نتاعو. ما حدش يكون المنافسين نتاعو. انا عندي ثقه في روحي كحركه شعب اللي باش ندخل في منافسه مع حزب الدستوري ومع حزب قلب تونس ومع حزب هذا جاي ربما، وقادر باش نكسبه وقادر باش نربح، وعندي ثقه في نفسي. اللي قام بالاقصاء هو ليس هو ثقه في نفسه باش يربح الانتخابات. طيب خالد كريشي، هل من المعقول ايضا في المقابل، خليني نكون محامي الشيطان ان اقتضى الامر، هل من المعقول مرشح رئاسي تحوم حوله شبهات تهرب ضريبي؟ هل من المعقول انه صاحب مؤسسه اعلاميه يوظفها في اطار اجنده سياسيه
ما هل من المعقول وأن جمعية أو منظمة أو طيار مواطني ما يقوم بعمل جمعياتي وعمل ثقافي وعمل خيري بأموال مشبوهة وبشبهات ارتباط بدوائر خارجية ثم نقاهم في معترك انتخابي سيادي بامتياز؟ هذا كل يضبط القانون. القانون أنا معك أنه ترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يستظهر بشهادة في تسويت الوضعية الجبائية، وهذا في يجب أن يتظهر ببطاقة عدد 3 تثبت نقاوة سوابق العدلية. هذا ليه؟ أنا معك، لكن أنه تأتي يعني هذه هو يعني يقبل حتى، وهل يعقل أنا نزيدك أكثر أنك تقبل ترشح مزوجي الجنسية؟ هذا موجود عنده جنسية تونسية وعنده جنسية أخرى أجنبية ويترشح، لماذا لم تشمله التنقية؟ لماذا لم يشمل على أنا في الحيث اللي أنا تناولت النقاط اللي صلت عليها اللي هي إقصائية، الأخرى نقاط ذكرتها أنت معك هي نقاط فنية تقنية وهي ضرورية. أما النقاط هل يعقل أنه يترشح اليوم رئيس دولة أو رئيس حكومة وفي نفس الوقت رئيس حزب؟ ضاعت ضوابط تنقيح مرسوم الأحزاب يمنع الجمع ما بين رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة، ودعيناها في هاي 18 أكتوبر، ونذكر أصدقائي أن حطينا في الأرضية وفي بياناتنا ضرورة الفصل ما بين الحزب والدولة. هل أنت ساكتين عليه؟ السيد رئيس الحكومة هو في نفس الوقت رئيس حزب حاكم في الحكومة، ولم اختيار ودعيته وجدد دعوتي عليه أن يختار ما بين رئيس الحكومة وبين رئيس حزبه. هذا هو التوظيف موارد الدولة لفائدة حزب سياسي في الانتخابات. الوضعية هذه اللي عليها يوسف الشاهد اليوم مخالفة للقانون؟ هي ليس هي أنت حكيت على العرف، مخالفة للمنطق السياسي المنطق الانتخابي، وهي مش كان من الإمكان أنه يتم تنقيح مرسوم الأحزاب ويمنع منع باتن الجمع ما بين رئاسة حزب حاكم ورئاسة الحكومة. هذا التوظيف، ليس فقط التوظيف أنه أنت توظف السيارات الدولة وتوظف قاعاتها وملعبها في اجتماعات الانتخابية، حتى التوظيف معنوي، التوظيف سياسي. يكفي اليوم يقولوا الحزب هذا رو حزب رئيس حكومة، تجد فيهم أنه ينخرطوا له. هكذا التونسي يحب ديما يوعد يقول خوي قوي في السلطة. هذا هو هذه التكافؤ بين المترشحين. أنت مسقوا عليه داخل الانتخابات، مسقوا عليه بالاسم، مسقوا عليه بالإدارة. احنا في القروان الان الوالي مهم مشاغل المواطنين وتعارك في بقيه المنافسين على رئاسه قائمه حركه تحيه تونس في القروان، موجوده يعني منشوره تناولتها عديد المواقع. انه اليوم يعني سلم في المشاغل اللي لحد اليوم مازال عندنا شكون في المساعيد وفي فيلا يشربوا على 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 على, على, على الاحمره وما عندهمش عنده ازمه عطش، وهو لا السيد يعارك على رئاسه القائمه بتاعت تحيه تونس، وعنده قدامه عنده قدام الولايه عنده 90 يوم اصحاب معطلين على العمل معتصمين وتحالوا شهر الفرط على المحكمه وخذوا عدم سماع الدعوه وحالهم هو، واليوم مازال يعارك. هذا هو توظيف الدوله، ونقول له سيد رئيس الحكومه بالمباشر يعني عليك أن تضبط وأن تختار ما بين رئيس الحكومة بين رئيس حزبك، ودع المنافسة شفافة ونزيهة، ما تعملش قوانين إقصائية. لو كان أنا جيت عندي أغلبية في البرلمان ما نقومش باللي قمت به أنت. الحل اليوم في حكومة تصريف أعمال خالد قريشي لا ينجم يستقيل من رئيس حزبه، يا اختاروه بإمكانه كذلك أنه يستقيل كذلك من رئاسة حكومة تكون حكومة انتخابات. وإذا قرر غدوة يترشح في الانتخابات الرئاسية شنو يعني؟ يعني هو يترشح يعني كمستقل أو كحزبه يجب يخرج من رئاسة حكومة وتكون حكومة انتخابات، حكومة انتخابات لتساوي الفرص ما بين المترشحين. ما تدخلش انتخابات ومسقوا عليها بوظيفتك وبمهمتك في رئاسة حكومة والكل تابعين يعني ليك نفس الشيء يقوموا به. انا خذيت مثال القيروان خاطر قريب لي وعندي، اما اكيد هذه في كل الولايات وفي كل جهات الجمهوريه. هذا هو استقواء والان تضع نفس الشيء، تستقوى بالاغلبيه التشريعيه نتاعك في تحالف مع حركه النهضه ومع التيار وتقوم بقوانين اقصائيه. احنا تعاملنا بالنفس مع المبدا ونقولوا له سيد رئيس الحكومه لو كان عندنا اغلبيه ما نقصوكش احنا بالطريقه هذه، ما نقصوكش لان احنا ناس ديمقراطيين بطبعنا ونحب تونس الجميع بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكريه والسياسيه والايديولوجيه. تونس الجميع عندك ملف
تفضل ضد نبيل قروي او ضد عبير موسي او ضد ألفة الريس، تفضل القضاء مفتوح، شارع بابنات مفتوح وكل جمهوريه مفتوحه. كانك تحب تقول الائتلاف الحاكم الحالي بقياده يوسف شاهد وبدعم من حركه النهضه اخطر من نبيل القروي واخطر من ألفة الريس واخطر من عبير موسي. لا، اذا كان بالطريقه هذه نشوفوا اقصاء الغير. لا يمكن ان نصور انك تجي تقصي غيرك لا لشيء ويخالفك الراي. انا مستعد باش نضحي وندافع، انا دفعت على ناس ضدي في التوجهات السياسيه وما زلت ندافع اليوم الغدوه بعد غدوه. مش هذا اما انت تجي تضع قوانين تستقوي بدواليب الدوله السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه لا لشيء لاقصاء غيرك. تقول انت تقرا في بعض الناس بعض الحديث انه هذا مخطر على الديمقراطيه وعلى المال السياسي وعلى الاعلام وعلى يطبق القانون. انت عندك قانون، طبق القانون. انت عندك الهيكا صدرت قرار طبقه. الهيكا كي سكرت قرار انت ملفات انتم اول طرف احتج عليه. احنا الهيكا لما طبقت القانون حركه الشعب كانت من بين الناس المسانده لقناه نسمه ونبيل القرب. احنا 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 مساندين مبدا تطبيق القانون. قلنا راهو تطبيق القانون طبقه. اذا كان هو تفضل خذا قرار ومشى طبقه انا طبقه. احنا مع حريه الاعلام وبدون تدخل السلطه التنفيذيه فيه. تفضل عندنا سلطة، هذه سلطة رابعة مستقلة. مساج عندك حاجة قانونية تفضل، عندك ملف تجاه أي وسيلة إعلامية أو تجاه أي مترشح هل هو القضاء يبت فيه، هو القضاء يبت فيه. أما ما تجيش تعمل دورة يعني غير شرعية وتكتسب نوعا ما من وتستغل الدواليب الدولة وتستغل وجودك في السلطة التنفيذية وفي السلطة التشريعية. تفضل القضاء مستقل قاعد يخدم في خدمة، تفضل نفذ، تفضل نفذ، نقح القوانين اللي هي باش تمنع المال السياسي. شنو اللي يخلي القضاء ما يطبقش القانون على الناس؟ شنو اللي يخلي القضاء ما يقومش بدوره؟ خالد الكريشي هذا سؤال يطرح نفسه. هو أيضا. القضاء هل انه القضاء يستنى تعليمات سياسيه اليوم؟ القضاء انا مش يستنى تعليمات سياسيه، لكن هناك نوعا ما من ارهاق القضاء بعدد ملفات كبير ياسر وفي نفس الوقت متشعبه وعديد الملفات اللي هي متداخل فيها السياسي بالقضاء. ما نكروش هذا، كلش هذا يعني ملف. تفضل اذا كان عندكم حاجه في علاقه بالمترشحين بس قواش عليهم بالسلطه التشريعيه. انا القضاء خلي يطبق القانون، طبق عليهم القانون وخلي تونس الجميع، تونس الجميع يشاركوا فيها كل اطراف. احنا ضد نبيل قروي وضد عبير وضد ألفة الريس وعندنا قوائمنا المستقله وعندنا مرشحنا الرئاسه. اما لا، خلينا نتنافس احنا وياه. تو هم يقولوا حركه الشعب على اساس هي ماشي مع نبيل قروي. لا يا سيدي، مانيش ماشيين مع نبيل قروي. احنا بندافع على المبدا، على القيمة اللي ضحينا منها احنا وتعرضنا الى الاقصاء في يوم من الايام وكان مأن السجون والمنافي. ما نجوش نطبقوا على غيرنا. محس الجبر كان يعرف انا ما نجيش نطبق على غيري حتى لو كان هو يعني يعذبني او انه اقصاني. نجيش اقصينا احنا، اقصانا الناس ندافع عليهم. توا انا في علاقة بالحزب الدستوري في يوم ما اقصونا لما كانت عبير في التجمع الدستوري الديمقراطي واقصتنا سياسيين في الانتخابات في المحامين نترشحوا ونربحوها، نجيب انا 350 صوت وتجيب عبير 95 صوت في انتخابات محامي الشبان ربحتهم في 2002 في تومبك ديكتاتوريه وصرفت عليها من المال السياسي الفاسد تاع التجمع قرابه مليار. انتخابات محامي الشبان اللي هي انتخابات عاديه زيد صغيره فيها 1000 محامي شاب وربحناهم. شفت الاسلوب الديمقراطي؟ اربح بالاسلوب الديمقراطي. وجيت بعد ما ربحونا بعد فتره في 2008 تربحونا في انتخابات محمد الشبان، جيت لم غدوه 7-2 طلعت انا وضياء مور وطلعوا 7 تجمعين، جيتهم كل واحد هنيتهم وجبت لهم ورده وهنيتهم نخدموا مع بعضنا. هذه الديمقراطيه. اما جيت عملت قوانين اقصائيه هذا مرفوض. لكن خالد الكريشي اليوم يقول لك ايضا في المقابل فما مشكل نتاع وعي مواطني في علاقه بالتحديات والمخاطر المحدقه بالانتقال الديمقراطي. هذاك علاش احنا اليوم في حاجه لهكذا قوانين حتى نحميو التجربه الديمقراطيه من المتحيلين السياسيين. شوف هذه متحلي. شوف هذه مش اول مره انت تفيق بها. هذه متحلي. انت عندك تخدم 3 سنوات وتقوم والتوظيف وتوظف في قناتك وتوظف في جمعيه خيريه، سامحني مش من اجل سواد عيون التوانسه وحقك انت سيدي، حقك انا اخويا من الاول باي من الاول مشيت جمعيه خيريه، بعد سيدي انا اكتشفت روحي نحب نعمل السياسه. قلوا ما تعملش السياسه، كان القانون يمنعني قل لي، اما ما دام القانون يسمح لي انا كيك. اما ليش تمشي انت؟ نمشي انا تو قاعد نزور في الارياف ونشوف في القروات. زرت طريف انا في جبل فتفيفيلة بين بسلتية وعنجلولة ومشيت قعدت مع
الشيوخ يقول لي انت زرتنا وزارنا قبلتنا بالقرو. انا ما زيد حد شيء، ما عندي شيء، ما عندي لا خليل ولا عندي لا مقرونه لا حد، انا ما عندي حد شيء لا مقرونه لا زيت لا حد شيء، ما عندي شيء. خلي يعني دوله تغيب على مواطنيها، يعني المشكل في الدوله وفي الحكومه مش فينا بالقرو. انت فاشل تو، انت فاشل وتلزق الفشل بتاعك لغيرك. بالله سامحني، تو جي السيد رئيس الجمهوريه في 20 مارس قدام السيد يوسف الشاذلي رئيس الحكومه، اش يقول له؟ قل له يا سيد رئيس الحكومه انك فاشل. اش يقول له؟ قال له انت راك فاشل، هاو عندك ارتفاع نسبه مديونيه الى 71.7%، راك فاشل عندك نسبه تضخم ارتفعت الى 7.3%، انك فاشل العجز التجاري تراجع انتاج البترول والفوسفات وارتفاع نسبه البطاله ونسبه النمو، قال له 1.1% اللي انت وعدت في 4% 5%. هذا الفشل نتاعك تلقيه على غيرك، او انك انت تستقوى واللي باش تعوض الفشل نتاعك تمشي تعمل قوانين اقصائيه. هذا هو تعويض، لكن ربما هذا خطاب نتاع تصفيه حسابات هذا هذا الكريشي، لانه نعرف طبيعه الصراع بين رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. كلام هذا والمؤشرات اللي تقدم فيها الحكومه اليوم مؤشرات ايجابيه. خالد الكريشي، لا انا عندي ارقام. اسم محمد، الكلام هذا ما قلتوش راهو حركه الشعب او حزب معارض داخل، قالوا رئيس الدولة وهي مؤسسة رسمية سيادية، مش لعب راهو، ما قلتوش حركة الشعب الأرقام هذه راهو، قالها له السيد رئيس الدولة في خطاب الاستقلال، عيد الاستقلال، قالوا أنك فاشل. تو جي يعني إنسان فاشل بشهادة رئيس دولة، صحيح رئيس دولة صلاحياته محدودة، أما الصلاحيات اللي خلت العجز التجاري يتفاقم، خلت نسبة التضخم ترتفع، نسبة البطالة ترتفع، نسبة الأسعار ترتفع، اللي هذا كل هو سياسه هذه الحكومه الفاشله بمكونات الحزبيه. ونعاود نذكر بها مكونات الحزبيه اللي هي حركه تحيا تونس، حركه النهضه، حركه مشروع تونس، وجزء من نداء تونس. هذه احزاب فاشله. انت جربت وحكمت وفشلت. انا حرت حتى الوصف باش توصفها الحكومه هذه، حكومه فشل، حكومه الاقصاء، حكومه تطبيع من العدو الصهيوني، حكومه كردون الاطفال المتوفين، حكومه التفريط في السيادة الوطنية، حكومة التدين الخارجي، حكومة التلهوات والمدونين. هذه هي حكومة يا اخي. معقول يعني تجيب بالأرقام هذه تقول انت مؤشرات؟ هات اعطيني الأرقام، انا اعطيتك أرقام ما خلتها لكش حركة الشعب، ما نتعاونوا بالأرقام. انا عندي شوية من الأمور العلمية، ما نحبش التجني او الاعتباط نقول هذه حكومة. كانت تعطيني رقم ونجيب لك انا في ارقام اخرى خدمناها احنا في هذه الحقيقه والكرامه بصفه يعني على الجهه الضحيه، على الجهه الضحيه. مؤشرات ايجابيه في الموسم السياحي على الاقل، اعطيني الارقام تو هذه، اعطيني البارح فقط ارتفاع في نسبه التعريفه للكهرباء والغاز، هذه حكومه الزيادات يعني، ولا خاف واحد يرقد مع شرق لانه يبدا يعس على الزياده. القيروان في نسبه الاحصائيات اللي خدمنا عليها في المنطقه الضحيه، وفوجئت انا شخصيا لين ابن الجهه ابن القيروان، فوجئت بها ان هي في المرتبه الاخيره في كل شيء. بل كنت نصور ربما قبلنا القصرين، قبلنا سيدي بوزيد، منطقه ضحيه القيروان هي في المرتبه الاخيره، هي تتحصل على المرتبه الاولى في مجال وحيد، وهو انتحار الاطفال، وانتحار نسبه انتحار هي الاولى تبارك الله بالانتحار، واثنين انه في نسبه الجريمه مرتفعه كذلك، هي الثانيه اذا كان اخذناها بمنطق اقليم تونس اريانا بن عروس منوبه هيلوله، وثاني القيروان. اما اذا كان اخذناه بمنطق تونس فقط ولايه تونس هي الاولى تولي القيروان، هي الاولى. وجاء السيد رئيس الحكومه في ذكرى مولد النبوي الشريف في 2017 ديسمبر 2017 واطلق حمله من الوعود التنمويه للقيروان لمجابات هذه الارقام. قداش عندنا سي محمد؟ وعندنا عامين لم يتحقق ولو وعد واحد لفئه القيروان، واحد ما تحققش في القيروان. هذه بالارقام، اعطيني باي مؤشرات ايجابيه، اعطيني في الواقع، اعطيني في الواقع. اليوم زلنا اللي في بعض الارياف تاع القروان في المساعيد وفي الفيلة وفي بير الوصفان ما عندهمش ماء يشربوه، ماء الشرب ما نحكيش على ماء الري الفلاحي، ماء الشرب غير موجود. انت اعطيت وعود كرئيس حكومه وشيت زرت وبقات ثلاث ايام غادي في القروان ذكرى المولد النبوي الشريف، و يعني كانت مناسبة زار سيد الصحبي وجامع عقبة
وتفرهد شويه وعرف القروان هكا وكل واطلق العود وكل المقروض والكفتاجي وكل لكن بعد ما ماذا مشي هلا عود هذه كلها بقت هباء منثورة. لكن خالد الكريشي ايضا في المقابل اليوم فما شكون يعتبر وانه في صعود نبيل القروي في صعود قيس سعيد في صعود عبير موسي في صعود ايضا عيش تونسي هو اخفاق وفشل لكل الطبقة السياسية بمختلف روافدها سواء كانت في السلطة أو في المعارضة. المعارضة شنو تحمل دورها؟ اسم محمد لو عندنا سلطة القرار من بيدي سلطة القرار؟ المعارضة لا حول لها وقوة إلا أني تقدم مقترحات تعارك تبين تفضح الممارسات تفضح الفساد. أما في نهاية المطاف القرار عند شكون يمضي فيه؟ عند السيد رئيس الحكومة، عند الوزراء، عند المسؤولين. إيش عندهم من قرار معارضة؟ نائب عن حركة الشعب سالم الأبيض قدم في مناقشة مشاريع الميزانية قانون الميزانية قدم مقترح وأنه اقتطاع 1% من الفضاءات التجارية الكبرى للعائلات المعوزة للعائلات الاجتماعية وتم المصادقة عليه وبعد تراجعوا هاو قدموا الواحد وتراجعوا. هذه المعارضة شنو تعمل؟ أعطيني السلطة، أعطيني قرار عن شكون، قرار عن شكون عنده هو وتحمل مسؤولية، تحمل مسؤولية. وهو حمله سيد رئيس الدولة لما توجه له اليوم ما توجهش للمعارضة، توجه له اليوم بصفته رئيس حكومة، بصفته رئيس حكومة وليس ما توجهش للمعارضة اللي كانت حاضرة في الـ في الـ في الـ في الموكب عيد الاستقلال. هذه الأرقام تبين فشل وعجز هذه الحكومة على إدارة الشان العام. رغم كل تعاطونا مع الشان العام الكريشي الغاضبين من منظومة الحكم الحالية من الائتلاف الحاكم بقيادة تحية تونس والنهضة مريناهمش مشاو لحركة الشعب، مريناهمش مشاو للجبهة الشعبية، مريناهمش مشاو للتيار الديمقراطي. اليوم فما غضب حتى عليكم في أدائكم كأحزاب معارضة. اليوم هناك مشكل حقيقي داخل المنظومة الحزبية، داخل الطبقة السياسية الحالية. لا شوف عنا احنا عنا المحطة الأخيرة تنجم تحكم عليها محطة الانتخابات البلدية. في الانتخابات البلدية تراجعت الأحزاب الحاكم، حركة النهضة خسرت 500 ألف صوت في الانتخابات البلدية. نداء تونس نفس الشيء، مقابل تقدم حركة الشعب والتيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية. هناك يعني في الانتخابات البلدية تقدمت عملية صبر الآراء تقول عكس هذا. لا نحكي على الانتخابات، المحطات الانتخابية دعك من صبر الآراء اللي الآن أصبح فيه وعليها ونسمعوا في العركة ما بين جريدة الصباح وتمرد وبدلت معطيات ما بدلش معطيات وهو زرقوني يدخل في الأمور السياسية ويكتب اللي الانتخابات باش تتأجل وهو ايش دخله؟ انت عندك شريك صبر آراء تقوم بصبر آراء، تقوم بصبر آراء. أنا نحكي المحطات الانتخابية في الصندوق في الانتخابات البلدية الأحزاب اللي ذكرت الحاكمة تراجعت حتى بالصبر الآراء يعني في سوق جديد تعطي عينة. انتخابات بلدية سوق جديد مؤخر تعطي عينة. حزب نداء تونس طلع حزب تحية تونس طلع جماعة 0 شد بقعتنا احنا قبل يعني عملية هي تعطيني بالأرقام. صبر الآراء صبر الآراء هذاك هاو صبر الآراء. الكتلة الديمقراطية اللي فيها حركة الشعب قدم مشروع قانون عند السنوات لتنظيم القطاع إلى أين وصل؟ يعني خذ المستفيدين منه. هذا يخلينا نتسألوا خالد الكريشي الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في حركة الشعب عن أفق العملية السياسية اليوم على ضوء ما يشاع عن إمكانية تأجيل الانتخابات القادمة. شنو موقفكم من هذه المسألة؟ هل من الممكن ولا من الضروري ولا من الأجدى والأنفع تأجيل العملية الانتخابية؟ هل مازال من الممكن أيضا تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في الخريف القادم؟ أكثر تفاصيل بعد شوية نحكي فيها مع ضيفنا خالد الكريشي الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في حركة الشعب، وبرشا كلام يقال حول الشخصية التي سترشحها حركة الشعب في الانتخابات الرئاسية القادمة. كل هذا بعد موجز الأخبار. هنا تونس الماضي ساعة واربع دقائق، رجعنا لكم من جديد مستمعين الأوفياء متابعي برنامج هنا تونس على أمواج ديوان فهم. مرحبا بكم من جديد وشكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا لكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة ديوان فهم. مرحبا بكم، ما زلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين. في الجزء الأول اليوم نفتح الملف السياسي، نحكيه على المستجدات الوطنية من منظور حركة الشعب اللي يحضر معنا في الاستوديو العضو المؤسس فيها والناشط
الحقوقي الأستاذ خالد الكريشي. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا. ذكروا المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فهم، لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم .net لتقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. نحكيو على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في خضم الجدل اللي رافق تنقيح القانون الانتخابي، وربما الأنظار الكل تتجه نحو رئاسة الجمهورية وأيضا نحو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. خالد الكريشي، تقريبا 102 يوم مازالوا يفصلون على موعد الانتخابات التشريعية القادمة يوم 6 أكتوبر 2019 في خضم كل هذه الضبابية وفي خضم هذا الانقسام وهذا الجدل، هل مازال من الممكن اليوم إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة في ظل الحديث في الكواليس اليوم وهذا لا يخفى على المواطنين اللي يتابعوا فينا الآن، وكأنه هناك إرادة ما لتأجيل موعد الانتخابات، البلاد ماهيش حاضر الانتخابات؟ شوف، أنا في حركة الشعب ضد التأجيل، هذا من حيث المبدأ، مهما كانت أسباب، مهما كانت أسباب أو ذريعته، أو ذريعته، ثم أسباب الدستورية الأخرى تنجح. احنا ضد التأجيل لأنه هذا يضر بالانتقال الديمقراطي، ومن المعايير الدولية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلد ما أنه تجرى الانتخابات في موعدها وبصفة دورية، لا يمكن تأجيلها أو يمكن إلغاها. اثنين، أنه بالنسبة للفصل يجب أن نفصل ما بين ملف القانون الإقصائي، الانتخاب الإقصائي الآن من أنظار هيئة مراقبة مشاريع دستورية القوانين، وما بين ملف تأجيل الانتخابات. بالنسبة للمشروع قانون الإقصائي، أنا سميت بين ظفرين قانون الإقصائي لأنه هو تنقيح للقانون الانتخابي، أنه هذا في كل حالات مهما كان موقف هيئة مراقبة دستورية القوانين، أنه في كل حالات سوف نكون في الأجال اللي هو نهار 22 جويلية فتح باب قبول القائمات الانتخابات التشريعية، سواء كان قرارها بقبول الطعن وإسقاط مشروع التنقيح، وكفى المؤمنين شر القتال، ونمشي الناس نخدم على رواحنا كل التوانسة متحبين ندخلوا للانتخابات، سمي مشات عرس معركة محطة الكل هكاك، مش ندخلوا هك. كان هو نفس الشيء، كان هي قبلة الطعن باش ترجعوا أو باش ترجعوا للبرلمان، نفس الشيء زاد باش تكونوا في الأجال في 22 جويلية اللي ما عندناش تخوف من هذا، وبعد ذلك يتظل عند السيد رئيس الجمهورية اللي هو تو تنتظر ثقة في القرار هيئة مراقبة دستورية القوانين اللي يتخذ ما يراه صالحا. بالنسبة للملف آخر، الدستور واضح، قال لك ما تأجل الانتخابات حسب الفصل 80 من الدستور إلا في حالة خطر ده، ويقدم السيد الجمهورية يقدم مشروع قانون اللي هو أساسي يجب أكثر من 109 أصوات يقدمه للبرلمان يصادقوا عليه. إلى حد الآن حسب ما ظهر في الكتل البرلمانية عنا، وحسب ما هو موجود، كتلة حالة النهضة ضد التأجيل، نداتون ضد التأجيل، كتلة الديمقراطية ضد التأجيل، الجبهة الشعبية ضد التأجيل. إذا كان هذا على فرض أن باش تقدم الخطر الدام يخضع هذا لتقدير البرلمان بعد، ما معنى خطر ده؟ اللهم كوش حرب أو تفتعلوا فيضانات صعيب، أو تفتعلوا حرائق متعدد صعيب، ولو يعني اللهم كون شي خدموا الفيسبا ما هذيك حاجه اخرى تولي ما كتبوا حسن الزرقوني في صفحته في الفيسبوك وحديثه عن تاجيل الانتخابات لماي المقبل، ما نجمش يكون بالون اختبار؟ لا، يمكن يكون كذلك، انه هو من حيث الشكل يعني كان من اجدى انه يلتزم بواجب التحفظ قليلا سي حسن، لانه يعني مدير شركه واني تاخذ مسافه واحده، كانه اخذ موقف سياسي ومن الاطراف اللي تدعو الى تاجيل الانتخابات. هذا يعني كسراب تسمع به ولا ترى، يقول لك اطراف تاجيل الانتخابات، اعطينا شكون؟ حسن الزرقوني ما مثل جهه رسميه، ما مثلش لا تحيا تونس لا يمثل، لا ولكن عنده علاقات قويه بالدوائر الرسميه. هي هذا هو، هذا هو علاش ثم يعني ثم تجاوز لصلاحياته، وانه خرق حتى واجب التحفظ، وخرق واجب الحياديه والمهنيه، ونولي انا نشك من في كل صبر الاراء اللي يقوم به. شوف في صبر الاراء، يعني تجي انت حركه الشعب في اخر ساعات الراي تحطها السادسه وتقبلها السادسه، وبعد جي يعني في ساعات الرأي الأخير يعني تجدها التاسعة ولا العاشرة، ولي شك كبير.
وهذا هذا يثبت شكوكنا في عدم إيماننا وعدم مهنية هذه الشركات. ما ينجمش يكون هذاك هو حجمكم الطبيعي خالد. لن يكون حجمنا الطبيعي. أنا حجمنا الطبيعي في ساعات ما قبل الأخير أعطانا في المرتبة السادسة. يعني احنا بعاد على التيار الديمقراطي ببعض النقاط في الحجم في السادس. اللي قام به هو بأنه تبنى موقف سياسي ونتبناه على صفحته وقال ربش تأجلي إلى ماي هو دليل على عدم صدقيته وعدم مهنيته في طاعته مع الأحصائيات اللي قدم فيها وصبر الأراء اللي قدم فيها. هذا موجود. أما لحد الآن الانتخابات سوف تجرى في موعدها. هيئة الانتخابات مساعدة كما يجب وهذا على لسان أعضاها ورئيس قائمة بواجبها. لا يوجد شيء. اللي من له رغبة في تأجيل الانتخابات هو اللي عنده مصلحة في نمر القانون الأقصى. طيب خالد الكريشي العضو المؤسس في حركة الشعب اليوم وكأنه الحركة اختارت المضي في الانتخابات القادمة بقائمتها الخاصة على عكس ربما ما كان منتظر في إمكانية عقد تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى قريبة منها. اليوم ائتلافات جديدة حزبية تتشكل على غرار الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. كيفاش باش تكون مشاركتكم في الانتخابات التشريعية القادمة وعلاش اخترتوا أنكم تكونوا بقائمات خاصة عوض ربما البحث عن المشترك مع بقية أطراف المعارضة؟ شوف الحركة يعني لم تختر بل هي اضطرت إلى ذلك بعد فشل كل محاولة تقريب وجهات النظر مع الإقراب منا من الأحزاب. كما شكون؟ كما مثلا اللي الأصدقاء اللي في الاتحاد الاجتماعي اللي في حركة تونس الأمام والحزب الجمهوري وقادرون والمسار الديمقراطي الاجتماعي والمسار وقادرون ائتلاف قادرون نظرا إلى أنه كان هناك طرح ربما يختلف في تقييم الوضع السياسي. فاش اختلفتوا؟ اختلف أنه في أنه نمر مباشرة إلى أنه يكون طبيعة هذا الالتقاء هو طبيعة انتخابية بحتة. يعني مثلا يكون طبيعة انتخابية بقطع النظر على الجوانب الفكرية والسياسية اللي ربما ما نلتقوش فيها. إذا كان مش ندخل في المتاهات تاع نقاشات فكرية وسياسية تو نرجعوا إلى حجر سقراط وإلى النجمة في كلية الحقوق وعنا نناقشوا أيهما أولا نعملوا الوحدة العربية ولا نعملوا الشراكية. أنا قلنا طول خلينا نمشوا ونعملوا الانتخابات هذا تحالف انتخابي ففشل أنا دخلنا وخذينا القرار باش ندخلوا في كل الدوائر الانتخابية. الآن تمكننا من حسم 80% من الدوائر الانتخابية في اختيار رؤساء قائمات في تونس أو في الخارج. وكذلك كانت تناولنا مع نفس احنا مشينا لهم بأبعد من هيك. يعني جبنا لهم المقترح حول مرشح رئاسي توافق في هذه العائلة. العائلة هذه الواسعة اللي هي تمثل ربما شريحة كبيرة من التوانسة. جبنا لنا مقترح متاعنا نتوافقوا حول مرشح للانتخابات الرئاسية. القائمات التشريعية مش تكون فقط لمناضلات ومناضلي حركة الشعب أما أنه هناك انفتاح على شخصيات مستقلة. لا هناك انفتاح على شخصيات مستقلة ونؤمن احنا اللي حركة الشعب هو مشروع وطني جامع لكل أبناء الشعب التونسي. قد نظر على اختلافات حتى نجم يكون لكن يؤمن بالبرنامج الوطني الشعبي اللي ندافع عليه في العدالة الاجتماعية في السيادة الوطنية في 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 تكريس الشفافية في مكافحة الفساد في ضمان انتقال ديمقراطي في عدم الإقصاء. ونظن هذا شيء يميزنا احنا لأن احنا ديمقراطيين ديمقراطيين. أنا نحن ضد الإقصاء حتى اللي كان ضدنا ونجم نقبله معنا لناس ما هيش متوافقتنا حتى في الجانب الايديولوجي. أما السياسي نعم خرجنا مش تكون مفتوحة للمستقلين لليوم بالبرنامج الوطني الشعبي لحركة الشعب مش يكونوا موجودين فيها. الآن توصلنا إلى حسم 80% في رؤساء القائمات في انتظار أنه فيهم قائمات تصفيق سواحد قائمات. واثنين تم الحسم لا مازال تصفيق سواحد واثنين تحسمت واحد أما اثنين مازال. شكون مش يكون مرشحكم في تصفيق سواحد؟ قد يكون من؟ قد يكون استعاد البيول الشفي نائب الحالي عن الجبهة الشعبية. نائب الحالي قد تكون هي مرشح حركة الشعب. مرشح حركة قد تكون مازال في تجار النقاشات في إطار الوه وحسمنا يعني عديد خالد الكريشي مش يكون مرشح حركة الشعب في القروان؟ مازال في انتظار الحسم النهائي. هي في 20% القروان في انتظار حديث مع بقية الأصدقاء والأخيان في القروان وكذلك في انتظار الحديث مع الأخيان في المكتب السياسي
وهذا يعني مازال في الانتظار، لم تحسب نهائيا القيروان رئيس القائمة، مازال ثم إمكانية يمكن يكون واحد داخل في رئيس القائمة في القروان، يمكن يكون شخصي المتواضع في انتظار الحسم النهائي مع بقية الأخوة في الجهة في القيروان تكون نابعة من الجهة أو في المكتب السياسي لحركة الشعب. لكن في المقابل على ما يبدو فما شبه حسم في هوية مرشحكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، من هي الشخصية التي سترشحها حركة الشعب في الرئاسية المقبلة؟ السؤال هذا يجاوبنا عليه بعد الفصل. هنا تونس مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا مصلين حوارنا في الجزء الأول مع ضيفنا في الاستوديو خالد الكريشي الناشط الحقوقي والعضو المؤسس في حركة الشعب. بعد شوية ضيفتنا في الجزء الثاني كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة السيدة بسمة جبالي، نرجع معها بأكثر تفاصيل حول ملف الحكم المحلي أو أيضا مختلف الملفات اللي تهم الشأن البيئي في تونس بشكل عام وفي صفاقس على وجه الخصوص. لكن قبل هذا نذكركم كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل، صفحة الفيسبوك ديوان اف ام لتجمو تخليو فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات، إذا تجمو تابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان اف ام، كما تجمو تابعونا زاد على السيت ويب ديوان اف ام .net لتقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا. تقريبا 80% من رؤساء قائمات حركة الشعب في الانتخابات التشريعية القادمة، يقول جاهزين خالد الكريشي في انتظار استكمال البقية. لكن السؤال الأبرز اليوم، من سيكون مرشح حركة الشعب في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأنه كان فما دعوة سابقا قمت بتوجيهها لمختلف الفعاليات السياسية القريبة من الحركة في الفضاء الديمقراطي الاجتماعي لتقديم مرشح يوحد هذه العائلة في الانتخابات القادمة. هل سيكون هذا المرشح من داخل الحزب أم من خارجه خالد كريشي؟ لا، قبل 3 أشهر حركة الشعب أطلقت مبادرة للتوافق واختيار مرشح موحد للعائلة الواسعة هذه الديمقراطية الاجتماعية الوطنية العروبية عندها القواسم المشتركة، وللأسف الشديد فشلت لأنه كل طاعتها مع هذه المبادرة، بمعنى أنا مترشح وتعالوا معي، مثل ماش حد أدنى بتاع أنه الأخذ والعطاء في إمكانية أنه يتنازل أحد الأطراف لفاية الآخر ويكون شخصية توافقية. فأمام هذا الفشل يعني كان مفروض أن الحركة تأخذ موقف ويكون عندها مرشحة وتوافق مع عديد الأطراف الأخرى والأنظار كلها توجهت لزهير المغزاوي لقيل أنه ربما قد يكون مرشحكم في الرئاسية القادم. الأخ زهير المغزاوي السيد الأمين العام باش يكون مرشح حركة الشعب في الانتخابات التشريعية عن دائرة مدني، عن دائرة قبلي اللي هو الآن نائب عليها، وقام بدور جبار في الدفاع عن جهة قبلي وفي الدفاع عن أهالي قبلي، ويومين اللي ما عرفوش يعني رغم بعد المسافة الأخ الأمين العام رغم انشغاله بالبرلمان وبالأمانة العامة للحزب هو تقريبا كل أسبوعين يتواجد بجهة قبلي منذ الدورة الانتخابية، والوحيد اللي ملتزم في جهة قبلي نقصد بأسبوع الجهات، يبدا اسبوع الجهات يكون موجود دائما بجهه قبلي كبقيت النواب الاخرين حركه الشعب كما اخ سالم ربي في مدنين او اخ رضا الدلاعي في باجه، على عكس بعض النواب الاخرين اللي ياخذوا اسبوع الجهات يمشوا عدوه يعني في الوتله ويشعدوا في نزلهم يهبطوا الى الميدان يهبطوا يحتكوا بالمواطنين يستمعوا الى مشاغلهم يستمعوا الى اهتماماتهم وينقلوه، هذا اللي يكون موجودين. بالنسبه لنفس الشيء اعتمد هذا المبدا خاصه في يعني سلسوال انا المره فات قلت لهم راهو في بالكم المواطنين غادي حتى اللي مهتمين بالشان العام هذا من جهه القيروان، قلت لهم راهو ثم في النظام الداخلي راهو للبرلمان حاجة اسمها أسبوع جهات، يزم النواب متاعكم 9 متاع القروان يابطوكم، قالوا احنا من اللي جاونا في الانتخابات ما رجعولناش، خلي باش تقولي انت في أسبوع الجهات، على عكس النواب النواب حركة الشعب اللي يتواجدوا في أسبوع الجهات وبغير أسبوع الجهات يتواجدوا دائما في تلك الجهة اللي هم طالعين عليها. هذا طبقناه كذلك على مرشحنا أو الداعمين للرئاسية واللي باش يكون احنا سوف ندعم الأستاذ الصافي سعيد للانتخابات الرئاسية، هذا بشكل رسمي، هذا بشكل تقريبا شبه رسمي انه باش يكون حركة الشعب تدعم صافي سعيد نظرا الى ارتباطه بواقع المعيشة للتوانسة
بخلفيته انه الدفاع عن السيادة الوطنية والدفاع عن هموم التوانسة وتقديم حلول وبرنامج اجتماعي واقتصادي وسياسي، اللي برنامج سياسي ما هوش بشي يكون تقصي اي طرف حتى لو كان ضده، او هذا وعد نفس البرنامج بتاع حركة الشعب ضد الاقصاء ومع العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على السيادة الوطنية، لا للتدخل في الشؤون الداخلية لا من سفير فرنسا ولا من سفير الامارات ولا من سفير قطر. احنا نشوفوا احزاب تعمل ندوات صحفية، الحزب الدستوري الحر عمل ندوة صحفية حاضر فيه في الصف الامامي سفير الامارات. احنا ضد دفاع السيادة الوطنية خط احمر بالنسبة لنا للحركة الشعب ولدعمين للمرشح الرئاسي. سيادة وطنية خط احمر لا يمكن ان نتنب تحت اي شرط من الشروط، لا قطر ولا تركيا ولا الامارات ولا السعوديه ولا فرنسا ولا واحد. للاسف الشديد المترشحين اغلبهم كلهم مرتبطين بسياسه المحاور الاقليميه طورت. لذلك الاسباب ان الراي الاغلب واللي خذوه الاخوان في حركه الشعب في المكتب السياسي او في الحركه ككل انه دعم المرشح توفر فيه هذه الشروط هذه الصفات، يدافع عنا على بنادنا، دفع لنا على قودنا، دفع لنا على ابنائنا. هذا هو واللي تتوفر. حكيت معاه صافي سعيد حول هذا الترشيح، هذا كنا معاه وهو يعني مرحب ابدا موافقه مبدئيه، ابدا موافقه وهو رحب بالفكره وفرحان، واحنا باش نعملوا جهد انه باش توسع هذه العائله توسع اكثر باش يكون على الاقل مرشح واحد باش نجم نوصلوا به، لانه هناك فعلا يعني عقم في الترشحات وعقم في توفر الصفات. وجربته خاصة بعض المترشحين اللي عاودوا في نفس واللي تشدوا السلطة وأثبتوا في فشلهم، والقاعدة تقول أنه الفشل الفاشل لا يعاد انتخاب. أنت فشلت، تيريزا ماي فشلت في تمرير اتفاقية البريكسيس في بريطانيا، البرلمان في بريطانيا استقالت، لكن أنا عنا سياسيين تبارك الله عنا مسؤولين وجوهم أحمرت بالخجل ولا يستقيلون، يفهم روح. لا بالعكس هو يصر ما يكفيش لو ما يستقيلش، لا يصر يقدم روحه في الانتخابات الجايه وعادي جدا ويقوم ويعاود نفس الشيء، ينزل التوانسه جاي حمله انتخابيه وباش يهبطوا لهم التوانسه وباش يعطوهم نفس الوعود اللي هو ما حققهاش. تو تاخذ رئيس حكومه اطول فتره عداها رئيس حكومه بعد الثوره وسيد يوسف الشاهد، وخذا متسع من الوقت باش ينفذ وعوده ولم تنفذ منها شيء، وهي الارقام تبين ذلك. وفي نفس الوقت مش عاود يقدم روحه هو او حزبه او عديد اللي مسؤولين اخرين ويعاد يسوق نفس الوعود الانتخابيه، وللاسف الشديد ربما انا نعول على الوعي نتاع المواطن التونسي والمواطنة التونسيه انه لا يلدغ الناخب من الجحري. المراهن على صافي سعيد في الانتخابات الرئاسيه القادمه ما فيهش نوع من المغامره، على اعتبار وانه للرجل تجربه كاد تكون منعدمه في العمل صلب اجهزه الدوله. خالد الكريشي، إيه لكن هو سيد صافي سعيد لكن ترشح المره اللي فاتت وجاء في ترتيب محترم جدا في اكثر من 20 مترشح، وفي نفس الوقت يعني الدربة بخبرة صافي في إدارة العمل السياسي في وخبرة كبيرة جدا في وضوح الرؤية في كيفية إدارة الشأن العام، ليس هاوي كبقية المسؤولين الآن، ليس مدون هو رئيس حكومة بشترك الشأن العام ويتلها يدون ويرد على المدونين في إطار أقب إفريقي للترجي قريب يدخلنا في أزمة دبلوماسية مع المغرب، يعني مش هو انا انسان مسؤول. لكن صافي سعيد ينجم يدخلنا في ازمات دبلوماسيه مع عدة دول لو كان يكون رئيس الجمهوريه، هكا يرى البعض. لا لكن اما شكون يوسف خطابه بالشعبوي ايضا، هو يعني انا اتحدث على انسان مسؤول لما يكون رئيس دوله. انا نحكي على انسان مسؤول لما قبل رئيس دوله، هناك جبه اسمها جبه المسؤوليه. للاسف الشديد المسؤولين اللي تداولوا على السلطه في تونس لم يستطيعوا ارتداء جبه رئاسه الدوله او جبه المسؤوليه. تجد رئيس حكومه في نفس الوقت هو مدون، تجد رئيس دوله هو يكتب في الكتب، يعني تجد المسؤول لا علاقه له بالمسؤوليه، وهذا اللي حسن لخبطه. المرشح هذا هو انه مرشح جدي وموش تعتقد انه عنده حظوظ جديه للفوز في الرئاسيه القادمه، وهو الاجدر لقياده تونس في المرحله المقبله، وفي نفس الوقت هو له حظوظ جد وفيره مع انه الدعم
اللي باش يكون موجود مع عند التوانسه والتونسيين. برنامج الانتخابي مش يكون برنامج حركه شعب، برنامج لا اخر لا موحد. لا برنامج، لا برنامج واحد، لان البرنامج الرئاسي يختلف على برنامج التشريعي. برنامج الرئاسي لانه سلطات وصلاحيات رئيس الدوله محدد بالدستور، عنده يعني التعيين في وزاره الدفاع وزاره الخارجيه، عنده رئاسه مجلس الامن القومي، عنده صلاحيات، عنده المبادره التشريعيه، باش يكون مختلف نوعا ما على صح عن برنامج الحركه الانتخابات فما التشريعيه. فما امكانيه وانه يكون مرشح لائتلاف انتخابي اوسع ضد حركه شعب واحزاب اخرى وشخصيات وطنيه اخرى، ربما شخصيات وطنيه اخرى يكون موجود من ضمنهم، يعني حتى من بين اللي مترشحين حاليا الان وترشحهم يكونوا موجودين ضمن الداعمين لصافي سعيد في الانتخابات القادمه. كل الشكر لك خالد الكريشي العضو المؤسس في حركه الشعب والنشط الحقوقي على حضورك معنا اليوم في برنامج هنا تونس في هذا الجزء الاول. بشكل رسمي حركه الشعب تعلن عن ترشيح الصافي دعمها ترشيح سعيد ليس مرشح الحزب الانتخابات الرئاسيه القادمه. بعد شوية ضيفتنا في الجزء الثاني بسمة جبالية كتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، لكن قبل هذا نمشي موزيكا.